السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. ما زال كلامنا مستمر في سلسلة مشروع الألف أم. النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 11. حلقتنا النهاردة للناس اللي متابعة السلسلة عشان تعرف حتى النظام ماشي إزاي، إيه اللي بطلعه وإيه اللي بدخله، وإمتى أبيع وإمتى أشتري، وإمتى أشتري والد وإمتى أشتري على وش عشار اللي هي نتايات لباني، يعني اللي هي عمر 8 شهور 10 شهور بكرية، يعني إمتى نشتري بكرية وإمتى نشتري والدة وإمتى نشتري عشار وإمتى نبيع. طبعا أنا لما كنت بتكلم على البداية الصحيحة المشروع الأمهات، الأفضل حاجة قلت أفضل شيء إنك تجيب النعجة الوالدة، بس في شرط، مش نعجة والدة وخلاص، هو الافضل والاسرع يعني نعجة والدة وبس، لا، نعجة والدة اللي ابنها اللي سقوها مظبوط، اللي سقوها مظبوط. يعني ايه سقوها مظبوط؟ يعني ابنها وراها تبارك الله حاجة مظبوطة. ليه؟ بيبقى المشروع شغال معاك من اول يوم. هضرب لك مثال الحاجة المظبوطة فين، اهو تبارك الله، تاني واحد اهو الابيض ده، الابيض ده هو اللي جاي علينا، الله اكبر تبارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، رقم واحد عمره ده ما يتجاوزش الشهر. شايف اللي جنبه ده؟ اهو اللي فيه نقطة سودا من ورا ده، ده ممكن عمره يخش في الشهرين شهر ونص، شايف ده من ده؟ وده أكبر من ده. فده الفرق في السقو المظبوط، بتتعرف من الشعر البيضة، من الشعر نايم على جسمه، قرون مفيش، خلي الاتنين قرونهم مفيش، بس في واحد قرونه بتتأخر في الطلوع، بس شكل الصوفة، شايف الصوفة دي من الصوفة دي؟ دي صوفة قديمة، وده صوفة اللي هو بيتقال عليها رشيح، ده شايف الصوفة؟ صوفة ده، وشايف من بعيد حتى باين، الصوفة الدايمة بدأت تظهر، يعني الصوفة اللي إيه؟ اللون الصوفة بس شايف، شايف ده شكل الصوفة بتاعه، باين انه كبر. طيب فانا هنعمل ايه؟ انا ان شاء الله طبعا قلنا افضل حاجة النعجة الوالدة، مشروع شغال معاك من اول يوم وجايب النعجة وراها ابنها او بنتها، كتاب مفتوح يعني باين السق، ما تنقش النعجة المظبوطة. الكلام ده صحيح، بس للأسف الواقع العملي بتاعه يختلف. زي ما قلت لكم فيديوهاتنا فيديوهات عملية، الواقع العملي اللي حصل معايا انا عاوز الم عدد كبير. الواقع ده هتلاقيه هو يبقى سهل على اي واحد عاوز يجيب 5 نعجات، 10 نعجات، 15 نعجه، 20 نعجه، 50 نعجه، وهي ايه وهيركنهم على كده. لو تفتكروا انا في ايام العيد جبت النعاج الوالده، كنت بروح مش في نيتي نعجه والده، بشوف اي حاجه في السوق رخيصه، فكانت النعاج الوالده رخيصه، وكنت بنقي النعجه على الفرازه، ابنها يكون مظبوط، ما يهمنيش النعجه شكلها، المهم الخلفه تكون مظبوطه، لان كده كده هعلفهم الاثنين. وجبت حوالي 15 نعجه، وكانت الخلف احلى خلف، عيالهم كلهم تبارك الله النمره واحد، كلهم تبارك الله. اما حاليا لما جيت طبعا اخش في المشروع على وسع، جيت اشتري، طبعا انا محتاج عدد كبير، لما جيت اشتري تنزل السوق تلاقي واحد معاه مثلا 6-7 نعجات بيبيعهم مع بعض، والدين 8 نعجات 9 نعجات 10 نعجات والدين. الطبيعي والعملي هيكون كالتالي، مثلا 10 نعجات والدين هتلاقي وراهم 5 حلوين زي ده كده مثلا رقم واحد، هتلاقي يعني نصهم خلفة حلوة مثلا، هتلاقي في وسطيهم المتدمر ومتبهدل، يعني هنقول الوسط، هتلاقي مثلا تلاقي لك 5 حلوين، 2 ولا حاجة وسط زي ده كده، 3 وحشين زي اللي برقبة صمرة ده، برقبة صمرة ده يعتبر وحش، شايف الخروف باين ضعيف ازاي، وباين باين حتى قرونه برزت، طبعا على فكرة رجلي وجعاه بس في خروف داس عليه، ده ما بيبصش على رجليه، انا بتكلمش على حركة، بتكلم على الخروف بذاته، الخروف بذاته مش كويس، الخروف ده الكيدي ده نطح رفعه على قرنه فوجعه له رجليه، رجليه من ورا وجعان، بس انا بتكلمش على العرق، انا بتكلم على الخروف بذاته مش حلو، خروف معضم فاضي وسنه يعتبر كبير كمان. المهم هتلاقي فيه كل حاجة، هتلاقي العشرة مشكلين، مش هتلاقي العشرة، مستحيل تلاقي العشرة نوع واحد، فصيلة واحدة، حجمه يعني نظافة واحدة، صعب تلاقي كل اللي بتجيبه والد نظافة واحدة. عشان تجيب نظافة حلوة لازم تجيب بالواحدة بالاثنين، طبعا انا عشان اجيب عدد واجيب بعد اجيب بالواحدة بالاثنين هقعد سنتين ثلاثة وانا بلم في 100 واحدة، فاصبح
ان اجيب النعجه الوالده اصبحت غير مرغوبه حاليا. لو تلاحظوا ان انا كنت بجيب على طول نعجه والده، وحاليا وقفت ليه حوالي شهر او اسبوعين او 3 اسابيع ما نزلتش السوق. ليه؟ لاني بصرف النعاج الوالده دي دلوقتي. النعاج الوالده دي المفروض ان شاء الله انا بعتهم، هم 13 نعجه والدين حاليا، ان انا بعتهم كلهم الوالدين ان شاء الله الراجل هياخدهم النهارده باذن الله. بعت النعاجات الوالده، مش هقول لك كسبت فيها ومش هقول لك خسرت فيها. طبعا النعاج جت فيها خلفه تعبانه وانا شاريها على السوق على ما هي عليه كده، مات من طبعا، والخلفه الصغيره التعبانه ريح نفسك بتنفخ في قربه مخرومه، تعبانه صحيا او تعبانه مش متاسسه، يعني الخروف سنه كبر وحجمه لسه قاعد صغير. شايف اللي بيرضع ده تبارك الله، برضك ده ما شاء الله عليه ممتاز، اللي بيرضع تبارك الله عليه اهو، ده اللي انا قلت لك الحلو ده، وده ما شاء الله زيه يعتبر. فالمهم اصبحت الخلفه صعب انك تجيب قطع كله، الخلفه بتاعته حلوه. اصبح ايه الحل؟ انا بعت ان شاء الله ال 13 نعجه دول بعيالهم، ال 13 نعجه الوالدين، وعندي حليات اللي هي اللبنيات البكريه اهي اللي زي دي كده، عندي حوالي 25 واحده هنا في وسط القطيع، او 30 واحده تقريبا، 30 واحده رباعي ما عشروش قبل كده ما شاء الله، حاجه تبارك الله زي ما انتم شايفين. ده حاجات دي فيها لها عندي شهر ونص، في حاجات جايه بعد العيد، وفي حاجات ليها شهر ونص عندي. الله اكبر، خلاص على وش الشهر ان شاء الله باذن الله هيبداوا يشتغلوا ان شاء الله قريب، في خلال شهر باذن الله هيعشروا ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى انا كده هنبيع دول وهنتوجه على الربعيه. رباعي عندي اختلاف المسميات، في ناس تقول عليها رباعي، ناس تقول عليها بدريه، ناس تقول عليها حليه، ناس تقول عليها حليه، زي ما قلت هي كده حليه ربعيه او لبنيه، كلها مسميات عليها النتايه البكريه اللي ما عشرتش قبل كده. فده الهدف اصبح دلوقتي، هدفي ان شاء الله هنجيب كميه حليات لسه ما عشرتش قبل كده، نتايات ما عشرتش قبل كده، هنجيب نطلع دول ان شاء الله. بس طبعا الافضل ايه؟ طيب في النتايات اللي على وش عشار، الافضل بقى في النقطه الثانيه انك انت تجيب تشوف واحد عنده قطيع غنم كبير وتشتري منه قطيع موحد. يعني ايه موحد؟ يعني موحد في كل المعامله، موحد في الصحه، موحد يعني لو صاحب الغنم مجوعها هتلاقي الغنم كلها جعانه، لو صاحب الغنم مشبعها هتلاقي الغنم كلها شبعانه، معالج الغنم ومداويها ومهتم بيها هتلاقي الغنم كلها صحتها حلوه. غنم واحده، تختار غنم صحيحه نظيفه، غنم واحده من قطيع واحد، وتجيب مثلا هنجيب طبعا ان شاء الله حوالي 100 120 على حسب السعر، 150 ربنا ييسر الحال على اللي عندي ان شاء الله. يعني ممكن ما تزيدش عن 100، وعندي هنا حوالي زي 30، يبقى زي 130 باذن الله. وعندي النعاجات في حوالي زي 10 نعاجات برضك بطولهم هيفضلوا معاهم، يعني ان شاء الله يبقى العدد لا باس به ان شاء الله كبدايه باذن الله. فطبعا ده اللي خلاني وقفت الفتره اللي فاتت دي كلها عشان اشوف الخلفه رايحه فين وجايه منين. طبعا قلت لكم كان فيهم واحد جاي تعبان مريض وما طلعش، مات من الخلفه الصغيره. فاصبح ان انا طبعا زائد ان في خلفه سقوها تعبان اصلا، في امهات سقوها تعبان، فانا دي هتخلص منها احسن. فكده ان شاء الله ده بس الفيديو ده للمتابعين، الناس اللي متابعه السلسله. هنطلع النعاج الوالده، الا طبعا حبيت اشتري نعاج والده بقى ولقيت قطيع موحد والد، كل والد وكل خلفته حلوه، كل والد وكله يعني قطيع الراجل مهتم بيه اهتمام صح بالتغذيه وبالصحه تمام التمام. اصبح النعاج كلها والده ما شاء الله، والنعاج كلها صحتها واحده، دي ممكن تشتريها عادي مفيش مشكله، انها قطيع موحد. بس طبعا صعب اليومين دول صعب، فانا هنبدا ان شاء الله هنشتغله في النتايات اللي على وش عشار باذن الله. ما تنساش طبعا لعجب الفيديو والاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.